السلام عليكم ورحمة الله، معكم نورتي في قناة نور إلكترونيك. اليوم إن شاء الله كاين واحد التلفاز سامسونج 40 بوصة. هذه الشاشة تعمل ولكن يوجد فيها بعض الخطوط في على الصورة. سأريكم الصورة إن شاء الله وسترون تلك الخطوط. هاي الصورة كما ترونها، هذه الشاشة تعمل ولكن يوجد فيها بعض الخطوط في على الصورة. هذه الشاشة لا يوجد فيها عطب في دوبليماج أو الصورة المزدوجة، ولكن يوجد فيها بعض الخطوط في على الشاشة. لدي بعض الفيديوهات نفس هذا العطب ولكن في 30 بوصة. الكثير من الفيديوهات يوجد لدي نفس العطب ولكن في 32 بوصة سامسونج، ولكن هذه الشاشة 40 بوصة سامسونج ليد سمارت، أول مرة تأتي عندي. سأفتحها إن شاء الله وسأريكم طريقة كيف يتم إصلاح هذا العطب إن شاء الله. كما ترون الخطوط توجد في أعلى الصورة فقط، وأسفل الصورة توجد الصورة جيدة. كما ترون الآن سأفتح الشاشة، الخطوط ما تزال موجودة في الصورة. كما ترون قد ربطتها بالحاسوب ولكن الصورة ما تزال في مكانها، توجد تلك الخطوط. إن شاء الله سأفتح هذه الشاشة وسترون كيف يتم إصلاح هذه الشاشة. المرجو منكم أن تشاركوا معي في هذه القناة حتى يصلكم ديما الجديد في إصلاح هذه الشاشات. سأفتحها الآن إن شاء الله وسأريكم طريقة كيف يتم إصلاح. كما ترون أن هذه الشاشة يوجد فيها التايكون، الحمد لله. هذه قد تكون سهلة في الإصلاح إن شاء الله. عندما أجد التايكون في الشاشة تبدو أن حل لهذه الشاشة يبدو سهلا إن شاء الله. كما ترون يوجد فيها التايكون، سنفتح هذا التايكون حتى نريكم الطريقة التي يمكنك بها أن تصلح أي شاشة سامسونج أو إل جي فيها هذا العطب. هذه الطريقة احترافية باش غادي تصوب أي تلفاز. سأريكم الطريقة السهلة ولا أطول عليكم إن شاء الله. سوف أجرب التلفاز الآن. أول شيء أفعله هو تجربة الشاشة. أولا سأربطها بالحاسوب حتى ترون الشاشة كيف تعمل. أولا هذه الطريقة ستمكنك من إصلاح الشاشات كلها. سأريكم السر الذي لا يعرفه الكثير، هناك يوجد سر في إصلاح الشاشات فبعض الناس لا يعرفونه. أول شيء أجرب لكم الشاشة حتى ترون العطب. كما ترون أن الخطوط توجد في أعلى الصورة. كما ترون أول شيء سأعمله الآن هو إزالة هذه المكبرات الصوتية. أول شيء سأزيل الجهة اليسرى للتايكون، سأزيلها في مع البالين وسأجرب أول شيء لأتأكد بأن الشاشة تعمل جيدا أم لا. هذه هي الطريقة التي لا يعرفها بعض الناس. هذه الطريقة سهلة وتبدو ليست معقدة كثيرا. أنا أجرب الآن، لا أزلت تلك الجهة ولكن هذه الجهة يبدو فيها ما يتزن فيها بعض الخطوط كما ترون. الآن سأجرب الجهة الأخرى، سأزيل الجهة اليمنى وسترون
سأرجع هذه الجهة اليسرى كما ترون، وسأزيل هذه الجهة الأخرى، وسنجرب الشاشة. إذا كانت صالحة سأبدأ بالعمل. تبدو أن الشاشة جيدة، الحمد لله، كما ترون أنها تعمل. الحمد لله، هذه الجهة تعمل جيدا، يعني أن الشاشة سنتمكن من إصلاحها إن شاء الله. عندما تجد الجهة التي تعمل، فالجهة الأخرى عليك أن تعمل عليها، هذا هو الحل. إن شاء الله سوف سنرجع هذه الجهة حتى تأكدوا بأن هذه الجهة هي سبب هذا العطب كما ترون. سوف نجرب. كما ترون هذه الجهة هي مسببة هذا العطب، والآن تم لقد وجدنا المشكل. هذا العطب في أين يوجد؟ في هذه الجهة، يعني الجهة اليمنى. سنعمل عليها الآن إن شاء الله. سترون كيف يتم إصلاح هذا العطب بطريقة بسيطة جدا، لا تكلفك الكثير من الوقت، تقريبا 10 دقائق أو أقل في إيجاد هذا العطب. الآن سأستعمل الشريط اللاصق، هذا الشريط اللاصق الأسود هو الذي أستعمله كثير في هذه الشاشات. فأنا أستعمل كثيرا هذا الشريط اللاصق الأسود كما ترون. أنا أستعمله كثيرا لفصل بعض المسارات التي تأتي من الشاشة إلى التايكون، فهذا الشريط يمكن من استعمال كثير في هذا التايكون كما ترون. سأفصل الشاشة للتايكون، فإن تلك الإشارات التي تسبب هذا المشكل سأفصلها الآن إن شاء الله كما ترون. سأستعمل هذا الشريط. هذه الطريقة سهلة جدا، لا تكلفك الكثير من الوقت كما ترون. أولا سأفصل بعض المسارات. أولا سأجرب إذا كانت المسارات التي سأفصلها موجودة هنا، سأفصلها كاملة إن شاء الله بهذا الشريط. فسترون الصورة الآن إن شاء الله. سأجرب. هي تعمل إن شاء الله كما ترون، إلا تعمل. تبدو الصورة بحالة جيدة كما ترون، الحمد لله. الآن سأريكم تلك الإشارات التي فصلتها عن الشاشة كما ترون. الصورة ما تزال بحالة جيدة، لا يوجد لك أي مشكل، لا يوجد لك خطوط. الآن سأصور لكم، سأقرب الصورة إلى تلك المسارات التي فصلتها على الشاشة كما ترون. هذه المسارات تقريبا 11 أو 12 مسارا تم فصلهما. هذا الشريط كما ترون، تلك الإشارات سأري لكم الآن إن شاء الله. هي تلك الإشارات، سأقرب لكم الصورة. هذه الإشارات سيكاف في أن، سيكاف في دو، سيكاف في تروا، سيكاف في بي أن، سيكاف في بي دو، سيكاف في بي تروا، إس تي في بي، في إس تي دو. هذه الإشارات التي فصلتها على الشاشة كما ترون،
لم تعد مواصلة بالشاشة، ولأصبحت الشاشة الحمد لله تعمل جيدا. هذا هو الرقم ديال هذا التايكون ديال هذا البانيل كما ترون. هذا هو المذر بورد ديال التلفاز سامسونج. الحمد لله الشاشة أصبحت جيدة. سأجربها الآن، سأجمع التلفاز وأجربها لكم الآن، وسترون إن شاء الله الصورة كما ترون أن الصورة تعمل جيدا. لدي الكثير من الضوء في الخارج تنعكس مع التلفاز كما ترون أن الصورة تعمل جيدا. لم يعد هناك خطوط في الصورة، أصبحت الصورة جيدة. لم يعد هناك أي خطوط في الشاشة كما ترون، أصبحت الصورة على شكلها الطبيعي. المرجو المشاركة في القناة حتى يصلكم دائما الجديد في هذه القناة، قناة نور إلكترونيك. معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك، والسلام عليكم ورحمة الله.